لوك سينما تيم. افتكروا الاسم ده كويس، لوك سينما تيم ما بقالهمش كتير قوي زي ما بنشوف من عدد من الفرق السينمائيه، ويمكن احنا فكره الفرق السينمائيه دي مش معتادين عليها قوي، ممكن نقول فرق مسرحيه، نقول ورش سينمائيه، لكن لوك سينما تيم او فرقه لوك سينما قرروا ان هم يقدموا مجموعه من الافلام. وصف للفريق اللي احنا بنستضيفه النهارده، حقيقي معانا نموذج جميل جدا لشباب مصري واعي مبتكر كمان، وحكايه الشباب بدات لما قرروا ان هم يتحدوا ويتحدوا التقاليد والقوالب الثابته ويكونوا فكره لفريق سينمائي. ضيفنا فيها هيكون المخرج خالد محبوب، درس المونتاج، التصوير، التمثيل، الجرافيك والاخراج، وقدر ان هو يكون تيم او فريق سينمائي يقدر ان هو من خلال الفريق ده يشارك بقضايا مهمه جدا، يقدم رسائل متعدده من خلال الافلام الروائيه القصيره والطويله. الحقيقه هو قدر يقدم فريق لوك سينما. احنا النهارده عندنا حلقه بشكل مختلف، هيكون معانا اول فريق سينمائي من الشباب متواجد معايا النهارده في حلقه رضا مصريه. هنتكلم معاهم بالتفصيل عن البدايه، وهنتكلم معاهم بالتفصيل عن الاعمال اللي عملوها. ضيفي في هذه الحلقه رجل مختلف تماما، ربما عندما أقول مختلف فهو يعني مختلف بكل ما تعنيه الكلمة، إنما هذا الرجل حقيقة مختلف في الإبداع والتميز وإضافة حقيقة نوعية للفكر والثقافة والسينما المصرية والعربية. يعني يمكن من 1895 لغاية 2018 ما كانش فيه فريق سينمائي، يعني إحنا نلاقي دايما فريق غنائي، فريق مسرحي، لكن فريق سينمائي دي كانت جديدة، لوك سينما تيم، وقدموا يمكن أكتر من 7 أعمال. أول فريق سينمائي على مستوى الشرق الأوسط والعالم. كان من شروط وقواعد الفريق إن أنت لازم يبقى عندك مكان بتدرسي فيه السينما، وكان أفضل مكان كان موجود اللي هو المدرسة العربية للسينما. مسألة إنك تتعلم بشكل احترافي ومؤسسي تابع لوزارة الثقافة وفي نفس الوقت تحت مظلة نقابة السينمائيين، هو ده المكان الوحيد في العالم اللي ممكن يحصل فيه كده، المدرسة العربية للسينما والتلفزيون. أنا تعرفت على فريق مصري يعني رائع، أنا لم أشهد في حياتي من هذا الفريق المصري السينمائي. هو والذي هو يتمثل تحت السينما المستقلة؟ لا، لوكس سينما تيم. هذا الفريق المصري وهو طبعا أول فريق في العالم. أنا عملت معهم حوار طبعا. طبعا هذا مؤسس هذا الفريق اللي هو المخرج المبدع خالد محجوب، هو فريق عالمي. وليس مصري، بس هو يمثل مصر في النهايه. يعني له منجز، يعني والله يعني والله جميل ان يعني نطلع على انجاز هذا الفريق. والله يا استاذ الكريم، هذا الفريق يقدم فكر ويقدم رساله ويقدم قيمه. عندنا مجموعه اسمها لوك سينما في دجله السينما، عندنا بيشتغلوا وبينتجوا وبيطلعوا كل الافلام دي اللي هي فيها قدوه وفيها جيش مصري وفيها يعني ايه بطوله. لوك سينما تيم. يعني اولا انا سعيد بان بابتكاريه ان يبقى في حاجه فريق سينمائي متكامل، فطبعا انا سعيد بالابتكاريه دهيه، وارجو انكم تحافظوا على نفسكم كفريق ما ينفرطش عقده ابدا. لوك سينما تيم فكره طموحه تجمع شباب عندهم رساله، مؤمنين جدا بالسينما وبعالم السينما. النهاردة احنا معانا مجموعة من الشباب عندهم مواهب فنية وكونوا فريق لوك سينما تيم، في الممثلين وفي المخرج وفي السيناريست وفي المونتير. انا ايمن محمد، صحفية من رأيت الوقت، حابة اعمل انترفيو مع ميرا فنانة جميلة في فريق لوك سينما تيم. اهلا بك يا ميرا. اهلا بحضرتك.
خليك لوكاوي.